بدأت تجارب سريرية على أول لقاح صيني لكورونا في مصر. في ظل مساع مصر لإيجاد لقاح مضاد لفيروس كورونا، أعلنت وزارة الصحة عن بدء التجارب السريرية للقاح الصيني في القاهرة. وتفاصيل أكتر احنا معانا عبر الهاتف دكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرفة التجارية. صباح الفل يا دكتور. صباح الخير يا فندم. أهلا بحضرتك معانا. يعني خلينا نسأل حضرتك في البداية، هل وصل بالفعل اللقاح الصيني داخل مصر؟ هو طبعا هناك بروتوكول تعاون ما بين الصين ومصر، ومع وزير الصحة كانت مع السفير الصيني، وعلى أساس أنه هم يبقى فيه بروتوكول تعاون عموما بالنسبة لمصر، متمثلة في وزارة الصحة هيئة النصل واللقاح عندنا، بحيث أن هي يبقى في نقل تكنولوجيا الفيروسات واللقاحات لمصر عموما منها كورونا. وده هتبقى تفعيلها كبروتوكول هيبدا تطبيقه من الشهر اللي جاي ان شاء الله. يعني تمام. هيكون في العديد من اللقاحات الخاصه بالعديد من الفيروسات، مش بس فيروس كورونا. مش فيروس كورونا. تمام، ده نقطه كويسه. تمام. طب خليني اسال حضرتك يا دكتور عن المرحله اللي عليها اللقاح اللي بيخضع للتجارب السريريه الان. بص حضرتك، هو اللقاح علشان خاطر نقول انه يستخدموا الناس بامان وفعاليه، لابد من ان بيمر مراحل. اخر مرحله اللي هي مرحله التجارب السريريه. محطه التجربه السريريه ممكن تاخد شهرين، ممكن ثلاثه، على حسب النتائج، ولابد من بيدي فتره على اساس نشوف الاعراض الجانبيه، لان دي مهمه. خلاص، ان الفاكسين لما بيتاخد بيبقى نتائجه مثلا زي مثلا الفاكسين بتاع اوكسفورد نتائجه 100% على الناس اللي ما عندهمش مشاكل صحيه، وفي نفس الوقت اللي هم صغار في السن وكده. وانما الناس اللي عندهم امراض مثلا نتائجه 90%، وبالتالي كنتائج بتعتبر نتائج جيده جدا. طيب، اعراض جانبيه، ده بقى اللي مهم. لازم يتشاف الاعراض الجانبيه بتاعته. في الاخر بعد ما تخلص الدراسه بيتم الاعلان عنها ونشرها في احدى المجلات العالميه الكبيره، وبتقرها الهيئات الدوليه زي الهيئه الاغذيه الامريكيه. نعم. والأدوية والأغذية الأمريكية وهيئة الأدوية الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية. وفي الحالة دي احنا بنستخدمها بدون أي مشاكل يعني. ولكن هي تقنية نقل صناعة الفاكسين بتاعة كورونا في مصر دي هتحطنا في مكانة تانية خالص. أولا هتوفر الفاكسين على طول وبسعر أقل بكتير من اللي هيتم استيراده من أماكن تانية. الحاجة التالتة والمهمة أنك عندك المقاومات أنك تعملي كمية كبيرة من الإنتاج تقدري تصدريها حتى للدول اللي حواليكي والأفريقيا وكده. يعني لو ثبت يا دكتور فعالية اللقاح بالفعل، ممكن احنا يتم تصنيعه بشكل محلي في مصر، مش بس نستورد من الخارج. بالضبط. انت حضرتك هنا التعاون المشترك ممكن في المرحلة الأولانية استورد، ثم بعد كده يبقى عندك انت إمكانية تصنيعه في مصر، وبالتالي تقدري ان انت توزعي ويبقى عندك سلاحك في ايديك. صحيح. بس طيب خليني أسأل حضرتك عن، هل تم تحديد آلية محددة لتوفير اللقاح للمواطنين؟ بص، هو لحد دلوقتي ما فيش حاجة واضحة، ولكن معالي الوزيرة قد صلحت بأنه هناك، لو افترضنا أن هناك معايير معينة للتوزيع، هتبقى الناس كبار السن، الأمراض المزمنة، وبعد كده بتتخذ أولوية يعني. أولوية. ده طبيعي، لان انت صحيح هتبص تلاقي ان هو اكثر المصابين واكثر الوفيات
من كبار السن والأمراض المزمنة. نعم. بس طيب خليني أسأل حضرتك يا دكتور عن هل مصر هتكتفي باللقاح الصيني ولا ما زالت التشاورات مستمرة حول لقاحات أخرى كاللقاح أكسفورد وأيضا اللقاح الروسي؟ هو اللقاح أكسفورد كانت معالي الوزيرة برضو أعلنت بأن احنا تعاقدنا على 30 مليون فأنت بتنوع المصادر انك تحصلوا على الفيروس، الاسرع ليكي هيبقى يعني شيء جيد. خلاص، فاحنا ده موجود، ده موجود صحيح. اما بالنسبه للفاكسين الروسي فهو ما يزال حتى برغم الاعلان عنه في مراحل التجارب السريه، بيتم ان ما زال ابحاث هناك وكده يعني. صحيح. تمام. طيب دكتور خليني استغل وجود حضرتك معانا عبر الهاتف واسال حضرتك عن سبب ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا، رغم ان احنا بدانا الفتره اللي فاتت نحس بتقليل كبير جدا في عدد الاصابات. امبارح لقينا نفسنا بنزيد، احنا امبارح وصلنا عدد الاصابات ل 102 اصابه. اولا انا في فتره يعني يمكن حتى وزير التعليم العالي اعلن الكلام ده ان في موجه هتيجي ارتفاع ثم انخفاض، وفعلا ده الكيرف ماشي بهذا المعدل. الانخفاض بيجي ازاي؟ انت الحل الامثل دلوقتي في عدم وجود علاج فعال او تطعيم جاهز، الحل الامثل في ان الناس تبدا تعمل الاجراءات الاحترازيه اللي هي التباعد، الكمامات، عدم التزاحم، والنظافه. صحيح. فالناس مع نزول الارقام بدات تطمن، فبدات الناس تشيل الكمامات، بدات الناس تتزاحم، بدات الناس عمليه التباعد ما تراعيش التباعد وكده. حضرتك بقى لاحظي اليومين دول وشهر 9 هتلاقي ناس كتيرة بتعطس. العطسة دي هي المشكلة القاتلة. لأن الرذاذ اللي طالع بيبقى مليان فيروس، فاللي بيعطس ده ما هوش عارف إذا كان مصاب ولا مش مصاب. فتلاقيه ليه؟ لأنك أنت تغيير مواسم، بتبدا نزلات البرد والرشحه القصص دي كلها. علشان كده قال لك متوقعين الجائحه الثانيه تيجي في شهر 9 مع تغيير المواسم في الصيف والخريف ودخول تبدا بقى ايه الناس تجي لها برد والقصه دي. صحيح. فانت الكمامه اضعف حاجه ليها تعطسي جواها. الناس مش قادره تفهم الكلام. صحيح. يعني زي ما وزيرة الصحة ذكرت امبارح خلال اجتماع مجلس الوزراء انه حاسين بأمان زائف. أمان زائف والقضية كالآتي. أولا بنوك ملتزم. خلاص؟ صحيح. تخشي النوادي برضو في التزامات على البوابات، ولكن جوه لا. نعم. لا القصة فيها. تخشي مثلا أماكن حكومية تعدي من الباب وتلاقي جوه كل الموظفين قاعدين شايلين الكمامات. لا لا القصه مش كده، لازم يبقى الضوابط موجوده، لانه الفيروس صعب يعني عارفه حضرتك. فاحنا ما صدقنا الرقم بدا ينزل او ما ارجع تاني اطلع بيه تاني، والطلوع المره دي هيبقى صعب يعني. صحيح. طب دكتور بنسمع كتير عن انواع لفيروس كورونا، هل فعلا في انواع من فيروس كورونا؟ هو في انواع، يمكن كان اشراسهم اللي كان موجود في ايران وايطاليا. فيمكن اللي في مصر الفيروس مش عنيف قوي زي الحاجات. في انواع كتيره، هو الفيروس دايما كائن ذكي، دايما بيتحور على اساس انه يستمر ويعيش يعني. فهتلاقي دايما، عشان كده لابد ان احنا
نتعامل برضو مع الذكاء ان احنا نمنع تحوره بان احنا النهاردة عدم الالتزام بالارشادات الاحترازية هيؤدي ان النهاردة الفيروس ينتشر فممكن يتنقل من شخص لاخر. هو الكورونا لما طلعت في الصين جت ازاي؟ ما هو الفيروس وتحور صحيح فوصل للكوارث اللي احنا فيها دي. اتمنى يكون في وعي من المواطنين مره اخرى. الوعي بص يا حضرتك اتفضل. الاعلام لعب دور قوي جدا صحيح في الوعي، فالناس بدات تلتزم والناس بتاع، فالاعلام مهم، فالرساله الاعلاميه ترجع تاني تنشط بقوه لمنع المرحله الثانيه اللي ممكن تحدث في شهر التسعه. ربنا يستر. بشكر حضرتك جدا يا دكتور. بشكرك دكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرفة التجارية. بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.